الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، الحمد لله كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده حمدا ملء السماوات والأرض وما بينهما، أحمده على نعمه وآلائه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على درب الإتقان، الذي نتعلم من خلاله مخارج الحروف وصفاتها وأصول رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بمنهج مبسط ومفصل. لازلنا متابعي الكرام في المخرج العام الثالث الذي هو اللسان. في الحلقة السابقة أنهينا الكلام عن الحروف التي تخرج من حافة اللسان، وسننتقل بإذن الله تعالى في الفقرة النظرية الأولى إلى مخرج خاص آخر وهو طرف اللسان. أما في الفقرة التطبيقية فنواصل قراءتنا لسورة البقرة، وكالعادة نستقبل مكالماتكم الهاتفية في الرقم الهاتفي الذي يظهر أسفل الشاشة، كما نستقبل اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني الذي يظهر أسفل الشاشة. فابقوا معنا بعد قليل في الفقرة النظرية الأولى. أرحب بكم من جديد متابعي الكرام في الفقرة النظرية الأولى. كما ذكرنا في الحلقة السابقة أنهينا الشرح والتفصيل عن الحروف التي تخرج من حافة اللسان، وقلنا بأن حافة اللسان فيها مخرجان، المخرج الأول هو الضاد والمخرج الثاني هو اللام. الضاد تخرج من أقصى الحافة إلى أدناها مع ما يقابله من الأضراس العليا، أما اللسان فيبدأ عند نهاية مخرج الضاد، بمعنى يخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهاه. وقلنا مخرج اللام مخرج واسع وعريض يشترك فيه أدنى اللسان أو لأدنى حافة اللسان من اليمين ومن اليسار ومن الوسط. سننتقل الآن إلى مخرج آخر وهو طرف اللسان، لكن قبل أن نتعرف على أول مخرج يخرج من طرف اللسان أذكر بأقسام اللسان. لماذا أقسام اللسان؟ لأن معرفة أقسام اللسان تسهل علينا بشكل كبير دراسة المخارج بشكل واضح ودقيق. اللسان يتكون من أو اللسان يتكون من أربعة أقسام. قلنا كاين أقصى اللسان. علاش كنبينوا هذه الأقسام؟ لأن هذه الأقسام هي المخارج الخاصة، وهذه الأقسام إلا عرفناهم وقسمنا اللسان وعرفنا كل قسم فين كيجي كيسهل علينا دراسة المخارج. إذا اللسان قلنا قسمه العلماء إلى أربعة أقسام. كاين أقصى اللسان، الأقصى هو مما يلي الحلق. كاين وسط اللسان هو اللي كيجي في المنتصف. كاين حافة اللسان هما الجناب ديال اللسان. كاين طرف اللسان هو اللي كيكون في المقدمة ديال الفم. وحنا كنعرفوا بأن اللسان مخرج عام يخرج منه أكبر عدد من المخارج مقارنة بالمخارج العامة اللي كنا شناها. كنا شنا مخرج الجوف، مخرج عام، الجوف مخرج عام، شحال فيه من مخرج؟ لقينا فيه غير مخرج واحد لثلاثة حروف اللي هي حروف المد. شكون المخرج الثاني اللي شنا؟ المخرج العام الثاني هو الحلق. الحلق شحال فيه من مخرج؟ قلنا فيه ثلاثة مخارج لستة حروف. الحلق فيه الأقصى وفيه الوسط وفيه الأدنى. الأقصى كيخرجوا منه جوج الحروف الهمزة والهاء. وسط الحلق كيخرجوا منه جوج حروف العين والحاء، وأدنى الحلق كتخرج منه الغين والخاء. اللسان شحال فيه من مخرج؟ اللسان قلنا هو الذي أخذ النصيب الأكبر من حيث عدد المخارج. اللسان لوحده فيه عشرة مخارج.
شحال من حرف؟ ل 18 حرفا. نذكرهم بسرعة. قلنا اللسان يقسم إلى 4 أقسام، كاين الأقصى، كاين الوسط، كاين الحافة، كاين الطرف. الأقصى شحال فيه من مخرج؟ أقصى اللسان لقينا فيه 2 المخارج، القاف والكاف، ها هما 2 المخارج. وسط اللسان مخرج واحد ل3 حروف، اللي هي الجيم والشين والياء، إذا 2 و1 هي 3. الحافة شحال لقينا؟ 2 ديال المخارج، الضاد واللام، إذا 2 و1 3 و2 5، بقاو 5، عيت اللسان قلنا فيه 10 المخارج، بقات 5 المخارج كلها كتخرج من الطرف. علاش الطرف هو اللي خدا النصيب الأكبر من حيث الأجزاء ديال اللسان؟ لأن الطرف سهل في التحريك، كيتحرك بسرعة، كيتحرك يمينا يسارا الفوق الأسفل، ولهذا يخرج منه أكبر عدد من المخارج. شحال من مخرج؟ قلنا 5 المخارج. شحال من حرف؟ 11 حرف. إذا قلنا غادي ننتقلوا لطرف اللسان. عرفنا دابا طرف اللسان هو داك الجزء اللي في مقدمة الفم، هذاك هو طرف اللسان. ما هي الأسنان التي تعلو طرف اللسان؟ قلت ما هي الأسنان التي تعلو، غير الأسنان التي تعلو طرف اللسان. عندنا نابان من كل جانب الناب، رباعيتان من كل جانب رباعية، وعندنا ثنيتين، عندنا 2 في مقدمة الفم. إذا ما هو أول حرف يخرج من طرف اللسان؟ أول حرف غنتعرفوا عليه كيخرج من طرف اللسان هو النون، لأن المخارج قلنا إحنا جايين من الجوف وإحنا كنذكروا المخارج، ولهذا سميت مخارج، قلنا لأنها تتكون بخروج الهواء. إذا أول حرف غنتعرفوا عليه بعد اللام واللي كيخرج من طرف اللسان هو النون، وأقصد بالنون النون الساكنة المظهرة والنون المتحركة بالحركات الثلاث. النون الساكنة المظهرة مثلا أنعمت، هي أن كنحس بطرف اللسان كيلصق، إذا أنا كنقصد النون المظهرة، وكنقصد بالنون المتحركة بالحركات الثلاث. شكون هما الحركات الثلاث؟ عندنا الفتحة، الضمة، الكسرة. الفتحة مثلا إياك نعبد، وإياك نستعين. النون مضمومة كانوا يؤمنوا، نو مكسورة مثلا بمؤمنين إني. ولماذا قلت أقصد بالنون التي تخرج من طرف اللسان بالنون الساكنة المظهرة والساكنة المتحركة؟ لأن هناك نون مخفات، هي نون ولكن مخفات. مثلا طرف اللسان ما خدامش، منين كتخرج؟ كتخرج من الخيشوم. إذن ها هي النون، ولكن حنا ما كنتكلموش على هذه، وما كنتكلموش على النون اللي كتكون مضغومة في الحرف الذي يليها. مثلا ومن الناس من يؤمن، النون ضغمت في الياء وعطاتها الغنة. إذن عرفنا بأن النون اللي غندرسوها هي النون الساكنة المظهرة والنون المتحركة بالحركات الثلاث. إذا النون خاصنا نعرفوها كتسمى بحرف أنفموي. إذا هذا المصطلح عمرنا ما سمعناه في هذه الحروف اللي دوزنا. النون تسمى بحرف أنفموي. ما معنى حرف أنفموي؟ أنفموي بمعنى لها مخرجان، مخرج من الفم ومخرج من الأنف. أنفموي، أنف زائد فموي، لنوضح أكثر. قلنا الهواء عندما يخرج من الرئتين يخرج عبر القصبة الهوائية كالعادة، الشعب الهوائية، الشعب عفوا، الشعب الهوائية ثم القصبة الهوائية، إلى أن يصل إلى الحنجرة. تما كاين المعمل ديال الصوت، تما كيتكون الصوت، تما الهواء ملي كيكون خارج راه كنخرجوه بنية
الكلام. امال الهواء راه ديما خارج، الزفير والشهيق راه ديما عندنا، ولكن دابا انا غادي ننطق النون بنية نطق النون، إشارة جاية من العقل، انا غادي ننطق النون. اذا الهواء خارج غادي من الرئتين، غادي يوصل للحنجرة، غادي يتكون الصوت. دابا الصوت تكون منين؟ غيمر، يمر عبر الحلق، ومن بعد غيمر عبر التجويف الأنفي. هنا غادي نوقفوا واحد الوقفة. قلت عندما يتكون صوت النون الوتران يقتربان ويهتزان، ومن بعد ينطلق الصوت في الخروج، يمر عبر الحلق، ثم يمر عبر التجويف الفموي، غيمر عبر اللسان. لكن احنا قلنا مخرج النون مخرج أنفموي، بمعنى لها مخرجان، مخرج من الفم أي من طرف اللسان، ومخرج من الخيشوم. لكن نريد أن نعرف آلية خروج الحرف من طرف اللسان ومن الخيشوم في آن واحد، بمعنى كيف يخرج حرف النون من طرف اللسان ومن الخيشوم في آن واحد. نبغينا نعرف الطريقة، كيفاش الآلية. هذا ما سنراه في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. أنتقل بكم إلى الفقرة التطبيقية لنعيش سويا في رحاب القرآن مع سورة البقرة. ننتظر مكالماتكم الهاتفية. أرحب بكم من جديد متابعي الكرام لاستقبال المكالمات الهاتفية، ونأخذ أول مكالمة هاتفية. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ معك أحمد المير من مدينة مراكش. أحمد المير من مدينة مراكش. أهلا بك سي أحمد. سي أحمد، شنو العمل ديالك وكيف علاقتك بالقرآن الكريم؟ أولا حمد الميل من مواليد 1991 من المدينة الحمراء، ما شاء الله، وحاليا أشتغل مدرس لقواعد التجويد، ما شاء الله، مزيان، وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي للمدينة. نعم، جميل. نعم، إذا ربما خاتم القرآن. الحمد لله، يعني ختمت القرآن في سن يعني مبكرة، ما شاء الله، واشتغلت بتعلم القراءات متواترة، ما شاء الله. وأنا الآن الحمد لله أعمل على جمعي العشر الكبرى من طريق طيبة النشر. ما شاء الله، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. نعم. نسمع صوتك سي أحمد، غادي تقرأ لنا من قوله تعالى: ما ننسخ من آية، الآية 600 إلى قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، الآية 100. تفضل سي أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، هنيئا لك سي أحمد، والله هنيئا لك، بارك الله فيك. جمعت بين حفظ القرآن وحسن ترتيله وكدير الوعد، هنيئا لك، الحمد لله، نسأل الله تبارك وتعالى القبول. هنيئا لك، هنيئا لك، جزاكم الله خير، بارك الله بارك فيك. الله فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وناخذ مكالمة أخرى متابعي الكرام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ معك نبيل التلماني. نبيل التلماني من أي مدينة؟ الآن مقيم في الدار البيضاء، لكن المنشأ من مدينة سونات. سي نبيل، شنو كدير في الحياة؟ عمل إمام مسجد. تعمل؟ عمل إمام مسجد، يعني إمام ديال المسجد في الدار البيضاء. إمام مسجد، ما شاء الله. نعم. ما بارك شاء الله الله. فيك. وكي داير علاقتك بالتجويد الحمد لله، علاقة جيدة، علاقة طيبة الحمد لله. بما أنك إمام حافظ لكتاب الله. نعم، حافظ لكتاب الله. نعم، ما شاء الله، هنيئا علاقة لك. طيبة مع التجويد ومع القرآن الكريم، والحمد لله عندي براءة تنقر الحمد لله في كتاتيب القرآنية هنا في الدار البيضاء الحمد لله. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. فوق بارك حفظت الله القرآن فيك. صغير ولا؟ الحمد لله بدأت الحفظ من سن الصغر، يعني من سن الطفولة الحمد لله، لأن المنطقة اللي متواجد يعني فيها، يعني في البلاد، يعني في نعم، تونس، عندنا واحد المنطقة اللي هي معروفة الحمد لله بتحفظ القرآن الكريم، ما شاء الله. يعني تابعة لتونس، من جماعة راس الواد من دوار البير. ما شاء الله. هذه القبيلة هذه الحمد لله تمتاز بطلبة العلم وبطلبة يعني بأهل القرآن. والحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله. صغار وحفظت كتاب الله عز وجل في سن 18. ما شاء الله، جميل، بارك الله فيك. جميل، الله يحفظك يا ولدي. إذا بارك غتقرأ الله. لنا من قوله تعالى، سي نبيل غتقرأ لنا من قوله تعالى: ما ننسخ من آية من الآية 600 إلى قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، الآية 100. تفضل سي نبيل. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير.
صدق الله العظيم. تبارك الله عليك سي نبيل، الله يجزيك بخير والله يجزي بخير اللي سن هاد السنة الحسنة في المنطقة ديالكم، اللي خلى الشباب كيهتموا بالقرآن وكيحفظوا بالقرآن. تبارك الله عليك سي نبيل، بارك الله فيك سيدتي، بارك الله فيك، بارك تحياتي، الله السلام فيك، عليكم. بارك الله فيك. ونستقبل مكالمة أخرى متابعي الكرام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم؟ زهور عاصمي من مدينة وزان. زهور عاصمي من مدينة وزان، بلاد الشرفة ياك؟ نعم. لالا زهور، شنو كديري في الحياة؟ أشتغل محفظة تابعة للمجلس العلمي. ما شاء الله، الله يبارك فيك. وهاد الناس واحد اللي المسج. كيعيطونا تبارك الله غير متمكنين، غير تبارك الله. الله يبارك فيك. شحال عندك من عام لالا زهور؟ عندي 30 سنة ده. ما شاء الله. عندك الوليدات؟ نعم، عندي 3 أطفال. عندي البنت الكبرى الحمد لله حاملة لكتاب الله، جميل ما شاء الله. والطفل هو اللي كيتبعها هو حامل لكتاب الله الحمد لله. هنيئا لك، هنيئا لك. الله يكرمك. وعندي بنيته صغيرة عمرها دابا 3 سنوات. شكون اللي حارس على التوجيه ديالهم للقرآني؟ انت ولا الأب؟ الحمد لله. نعم، كان يعني بجوج الحمد لله، بجوج. يعني كان هنيئا تعاونوا لك. بجوج، لأن الأم بوحديتها راه ما ما غاديش. تقدرش تواكب. نعم، والحمد سبحان لله، الله، يعني بحكم يعني أننا في الميدان الحمد لله. كنشكره يعني من هذا المنبر، يعني كنشكر المجلس العلمي الأعلى اللي صراحة خلانا مرتبطين بالقرآن الكريم. نعم يعني احنا كنا في يعني في القرآن مع القرآن، ولكن منين ارتبطنا بالتحفيظ ديالو يعني زاد سبحان الله الحب ديالنا ليه اكثر. وكما كتعرفوا استاذ، يعني في العطاء الانسان كيكون يعني مع العطاء كيكون يعني اكثر، كيزيد يتشجع، ومع الناس والدعوات ديالهم الحمد لله. هو تبارك هذا الله، اللي كان وانت السبب. نموذج للمرأة المغربية والله، الحافظة اللي حارصة حفظت القرآن وحرصت على وليداتها يحفظوا القرآن. تبارك الله عليك. هنسمعوا صوتك لالا زهور، غتقري لنا من قوله تعالى: ما ننسخ من آية من الآية 106 بعد 100 إلى الآية 110 بعد 100، إن الله على كل شيء قدير. تفضلي أختي زهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، الله.
إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حفظك الله أختي زهور، تبارك الله عليك، الله يخليك. والله هنيئا لك شكرا لك يا أستاذ، بهذا الله الصوت يجزيكم. الرائع والأداء الرائع. شكرا أستاذ، الله يجزيكم بالخير. حتى انتم الله يجزيكم بالخير على هذا المجهود اللي كتقوموا به، بارك الله فيك. وما جعله في ميزان الحسنات ديالكم إن شاء الله. شكرا آمين لكم كثيرا. آمين. بارك بارك الله فيك، بارك الله فيك. متابعي الكرام، أنتقل بكم إلى الفقرة التلخيصية، فابقوا معنا. كما تتبعتم متابعي الكرام، دخلنا على أول حرف يخرج من طرف اللسان وهو حرف النون، وقلنا حرف النون يسمى بمخرج أنفموي. ما معنى مخرج أنفموي؟ بمعنى له مخرجان، مخرج من الأنف ومخرج من الفم. وذكرنا أيضا بأقسام اللسان، وقلنا اللسان ينقسم إلى 4 أقسام. أقصى اللسان فيه مخرجان، القاف والكاف. وسط اللسان فيه مخرج واحد لـ3 حروف، وهي الجيم والشين والياء. وقلنا حافة لسان فيها مخرجان، المخرج الأول هو الضاد والمخرج الثاني هو اللام. أما طرف اللسان هو اللي بدينا فيه اليوم، وتعرفنا على أول مخرج اللي هو النون. أشكركم متابعي الكرام على حسن الإصغاء. أشكر الفريق التقني الذي يسهر دائما على إخراج حلقات هذا البرنامج في أحسن حلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.